انا مش قادره اصدق ان احنا في حصه الماس تاني. ولا انا بقيت احب الحصه دي خالص، بس انا بحب الماس قوي. يلا يا اولاد، عايزك كلكم تركزوا معايا. النهارده هناخد درس صعب شويه، هنجمع ونطرح شويه حاجات مع بعض. ايه ده؟ الله، انا بحب الحساب بس مدرسه الرخمه جدا. يلا انا عايزاك تحلوا لي المسالتين دول. 10 في 4 زائد 5 بكام؟ ميس ميس، ممكن اجاوب؟ ممكن اجاوب؟ قولي يا بيا الاجابه ايه. 10 في 5 زائد 4، لا، 10 في 4 زائد 5 هتبقى كام؟ هتبقى 9 في 10 ب90. الإجابة 45. سوري يا ميس، عشان 10 في 4 ب40 بس 5 هيبقوا الإجابة 45. لأ غلط طبعا. احنا أول حاجة بنعملها بنجمع 4 زائد 5، بعد كده نضربهم في 10 هتبقى 90. طيب ماشي، مع اني كنت فاكر الإجابة هتكون 45. طيب يلا بقى السؤال التاني. انا يا ميس، انا يا ميس عارفة الإجابة، انا يا ميس عارفة الإجابة. ميس ميس، ممكن اجاوب؟ ممكن اجاوب؟ لأ مش عايزاك تجاوب انتي يا هنا. او قوليلي كده الإجابة كام وانا هشوف كنتي بتقوليها صح ولا غلط. انا شايفة ان الاجابة 12 بلس 9 هتبقى كام؟ 9 في 2 ب18 زائد 12 هتبقى 30. لا برضو الاجابة غلط، انا مدرسة الحساب واعرف اكتر منكم. الاجابة 42. لا يا ميس، ايوة انا بقول لكم الاجابة كده 42، انا المدرسة بتاعتكم وعارفة. بس يا ميس كده غلط، احنا المفروض نجمع او نجمع الاول، نعمل نطرح الاول بعد كده بنجمع. بقول لك ايه يا هنا، اسكتي خالص عشان شكلها مش هتضايقك ولا هتسمع كلامي خالص. بس يا ميس احنا طول عمرنا بنتعلم كده، انتي بتقولي لنا كده كلام غلط. اهم حاجه الاول، الاولويه للتايمز والديفايدد، بعد كده بنجمع او نطرح. انا بقول لكم ملكوش دعوه، انا عارفه اكتر منكم. ايه ده؟ ايه اللي مكتوب على السبوره ده؟ ايه يا مدرسه، ده غلط جدا اللي انتي كاتباه. لا انا مدرسة الحساب وعارفة اكتر منك يا مستر. يا مستر بتدينا حاجات ماس غلط، انا عارفة الحل بس هي قالت لنا الحلول دي غلط. طيب خلاص خلاص، انا هروح اصلحها لكم دلوقتي، ما تقلقوش هظبط لكم الدنيا كلها. عن اذنك بقى كده شوية. ايه المستر هيظبطها، المستر هيظبطها. حاسبي بقى كده شوية عشان اشوف الاجابات اللي انتي كاتباها، عشان هي كلها غلط يا انسة. ليه يعني غلط؟ يعني انا مدرسة الحساب وعارفة. لا لا لا، كل اللي انتي كاتباه ده غلط. عديني بقى كده الاجابات دي، انا همسحها وبتدي اكتب لكم بقى اجابات تانية عشان خاطر نشوف الاجابات الصح ايه. اوكي بصوا، الاولوية للايه، للتايمز واللي هي نطرح الاول، قصدي بنضرب الاول بعد كده بن ايه بن بن بنضيف. يعني نضرب 10 في 4 في 40، بعد كده نحط عليها 5 تبقى 45 وهكذا. ايوه يا مستر انا كنت عارفه كده، الجامعه والاسمه ليهم اولويه عن الزائد والناقص. ماشي، ملكوش دعوه بكلام المدرسه بتاعتكم، هي معلش اتلخبطت وكتبته غلط بس هي الظالمه مكنتش عارفه. لا انا عارفه بس انا كنت عايزه اعلمهم الطريقه بتاعتي الاول، بقى كده هقول لهم ان ده غلط وهعلمهم الطريقه الصح. بس ما ينفعش ان احنا نعلمهم الاول الطريقه الغلط، ده كده غلط خالص خالص خالص. يوه صدقني بجد بقى انا كنت عارفه. وسع بقى كده، انا بقولك ايه ده، انت بتضربيني قدام العيال؟ ايوه انا بضربك وما حدش ليه دعوه، انا عارفه حساب اكتر واحده في التانيه. وسعوا بقى كده من قدامي، انت جننتي، بتوقعيني على الارض، انت مطروده خالص من المدرسه هنا، مطرودة مطرودة. بس انا هوريكو كلكو عشان انا شاطرة في الحساب. المدرسة المجنونة دي ضربتني وقعتني على الارض. لا لا لا، دي فظيعة، انت ممنوع خالص تخش المدرسة هنا تاني، صدقيني ممنوع خالص تخش المدرسة هنا تاني. ايه برافو يا مستر، برافو، مشيت المدرسة الرخمة. ايه يا ولاد اللي بيحصل ده؟ ابدا يا مستر، كان مدرسة الرخمة مشيت. ووهو. فعلا كانت مطلعة عينيهم وبتعلمهم حاجات غلط كمان على السبورة، وانت طردتها. ايوه انا هاخد شنطتي وماشية، محدش ليه دعوة بقى بيا تاني، ومش هتلاقي اي حد يشرح لكم حساب زيي، انا اشطر واحدة في الحساب اصلا.
هي مدرسة ماشية، مدرسة ماشية، وو 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 هي مدرسة ماشية، أخيرا أخيرا همشي. انتوا فعلا طلعتوا عيني، انتوا مش هتلاقوا مدرسة زي تاني خالص. الحمد لله ان هي مشيت احسن، محدش فينا كان بيحبها خالص، بس للأسف مكناش لاقيين غيرها. نعمل ايه بقى؟ يلا مش مشكلة، أنا أخيرا هرجع أحب المس تاني، والمستر بتاعنا هو اللي هيدولنا. واو بجد هيبقى أحلى يوم في عمري. لا أنا عايز مدرسة الحساب بتاعتي، أنا متضايقة أوي إن هي ماشية. واو مدرسة الحساب مشيت، ووهو.